أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في سلسلة حلقات لمعلوماتك مع قناة الطب الأعشاب المعاصر والدكتور عماد الهاشمي. كونوا معنا وإليكم هذه المعلومة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. الحفر الوجه، طيب عزيزي، بالنسبة لحفر الوجه هنالك من الأعشاب اللي نستخدمها يسموها الصنفرة، طحين الشوفان، قشر البيض، تنطحن ناعم جدا، تنعجن ويا مي الصبر، ونضيف لها مي ورد أيضا، وممكن نحمضها بقطرات من خل التفاح المركز، ونطلي بها الوجه مع فركة، يعني نفرك المكانات اللي بها الحفر، ننتظرها إلى أن تجف بإذن الله تعالى، ونغسلها طبعا بس بالمي، بعد أن تجف بلطف نغسلها من حكة قوي حتى لا يصرح مرار بالبشرة، ثم بعد ذلك نستعملها مرتين يوميا إذا البشرة تتحمل ما يصرح مرار لمدة شهر، المفروض يقل الحفر وتصلح البشرة. أعزائي المشاهدين، ملاحظة مهمة جدا، أي أعشاب مني أو من غيري أو حتى الأدوية الصيدلانية قبل أن تستعملوها على بشرة الوجه، أرجوكم أن تقوموا بهذا الفحص الطبي البيولوجي للتأكد من أنه لا الأعشاب ولا الأدوية تسبب حساسية في الوجه. مثلا منطقة، هذه منطقة الرسغ، هذه المنطقة الجلد في هذا المكان دائما يكون من الناحية البيولوجية التشريحية مقارب في الصفات والطبيعة لبشرة الوجه من الناحية النسيجية. فتجربة كالآتي، أنه نأخذ قليل من هذه الأعشاب ونضعها في هذه المنطقة، ثم نتركها لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة أو حتى تجف. فإن لم يحصل احمرار حولها معناها الجلد يتحمل وسيكون بشكل ممتاز، لا حساسية تظهر في الوجه. لكن لاحظتم احمرار أو حكة شديدة أو قرصة لا تستطيعون أن تتحملونها، اعلموا أن هذا ما سيحدث في بشرة الوجه.